ترامب على الأغلب يعني 99% سينتصر في جورجيا. جورجيا ولاية جمهورية وستبقى جمهورية على الأقل لأربع أو ثمان سنوات القادمة. طيب فهو ليس لديه مشكلة في جورجيا، هو لديه مشكلة في فلوريدا، وهي ليست مشكلته، هي مشكلة الجمهوريين والديمقراطيين. ولاية فلوريدا ولاية متأرجعة وبشكل مستمر منذ، نذكر منذ 20 سنة انتخابات بين الرئيس السابق بوش الابن وآل جور، النتيجة حسمت ب 500 صوت، 565 صوت، وبعدها بأربع سنوات بوش انتصر بفارق 1 أو 2%، فليس هنالك، وأوباما انتصر بفارق 1.5%، فلا ينتصر أي منهما بأكثر من نسبة ضئيلة، ولهذا تبقى ولاية متأرجعة. وهي ولاية أهميتها أنه هي الثالث ولاية في حجم الكلية الانتخابية، 29 عضو كلية انتخابية، فقط يسبقها تكساس ب 37 وكاليفورنيا 55 كلية انتخابية، فهنا أهميتها كبيرة لنتيجة حجمها. يعني استطلاعات الرأي اليوم تقول أنه أيوة بسبع نقاط ستذهب إلى ترامب، لم يهتم الكثير لأنه أيوة فقط فيها ست كلية، ست مقاعد للكلية الانتخابية، لكن ولاية مثل فلوريدا هي بحجم أربعة أو خمس أو ست ولايات أو أكثر، ولهذا الجميع ينظر إلى فلوريدا. طبعا ولايات المتأرجح، أنا أعتقد في النهاية المعركة الأساسية فلوريدا احتمال كبير تذهب إلى ترامب، المعركة الأساسية هي بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، وهذه في الولايات الثلاثة بايدن يسبق ترامب في 6%، 7% في بنسلفانيا، في 10 إلى 12 نقطة في ميشيغان، وحوالي من 9 إلى 12 نقطة في ويسكونسن. هذه الولايات الثلاثة إذا ذهبت لبايدن من الصعب جدا على ترامب أن يربح الانتخابات، وأعتقد أنها على الأغلب ستذهب إلى بايدن هذه الولايات الثلاثة.